نذكر ما نشاء مخالفا لما تشاء، وما نحن حتى نشاء خلاف ما الله يشاء. لو جاهد العبد وشاء ما كان إلا ما تشاء، فالتف بنا فيما تشاء وما تشاءون إلى أن يشاء الله رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وارحم جميع أمة سيدنا محمد عليه السلام بحق القرآن. اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اجعل القرآن يا كريم يا شفيع وعلى نورا إلى الجنة رفيقا، وبيننا وبين الناس سترا وإجابة، وبيننا وبين الناس سترا وإجابة، وإلى الخيرات كلها دليلا وإجابة وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا فرجته، ولا ذنبا إلا نصرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عصيته إلا يسرته، ولا ذنبا يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن، وعافنا وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة، وكفنا درجاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا، ويسر بها وفرج بها غمومنا، واكشف بها غمومنا، واغفر بها ذنوبنا، واقض بها ديوننا، واصلح بها احوالنا، وبلغ بها اعمالنا، وتقبل بها توبتنا، واغسل بها خوفتنا، وانصر بها حجتنا، وطهر بها السنتنا، وأنس بها وحشتنا، وارحم بها غربتنا، واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا، وظلا يوم القيامة على رؤوسنا